طب احنا دلوقتي خلصنا الجزء الاول من ال prepare ال environment بتاعتنا او install prerequisites. هنبتدي دلوقتي في الجزء الثاني. اول حاجة هنبتديها هي ال Windows Features. ال Windows Features ده غالبا هتكون حاجات هتيجي هنا add rule and feature، هتنزل IIS وهتنزل bits feature والكلام ده. في طول كده لذيذة هجيبها لكم من على الانترنت، لو جيت هنا هقول له SSM prerequisites tool مثلا، هتلاقيها هي موجودة على التكنت. التول ديت من خلالها عارف انت لما بتكون ترن سكريبت باور شيل بينزل لك التولز اللي انت عاوزها او البريكوزز اللي انت عاوزها، هو ده بالظبط اللي هيحصل مع التول. التول هتنزل هترنها. انا مش عارف النت ليه جميل النهارده كده. هتنزل لك البريكوزز بتاعتك كلها. طيب لو ما نزلتش خلينا نفرش كده. هي عموما انا عملها داونلود قبل كده، فلو النت بالمنظر ده يبقى اكيد مش هيحصلها داونلود النهارده، فخلينا اشتغل على واحده تانية قبل كده موجوده. الحمد لله ربنا ينفع في صوره السايت. حتى لسه اللاست ابديت هي 13.2. هي كل شويه بيحصل لها ابديت عشان تشمل الاصدارات الجديده من كونفيجريشن مانجر. هلو اي اجري، هعمل لها داونلود، هاخدها واحطها في ال على ال configuration manager server بتاعي. هاجي على التول، هي انا نقلتها على السيرفر اهيت، هاخد الفايلز بتاعها دول. انا كده فكيتها، هي عبارة عن ملف مضغوط، حطهم جوه فولتر حتى. هاخد الفايلز هحطها في الفولدر، هتيجي هنا وتقوم قايل له configure manager prerequisites. هيقول لك انا مش هقدر اشغلها علشان في ريبوت كان detected قبل كده، غالبا حاجة من سبب الاستريشن بتاع السيك والكلام ده، فخلينا نعمل ريبوت للسيرفر ونكمل بعد الريبوت. دلوقتي السيرفر رجع من الريستارت، هلوجن. فانا دلوقتي النهارده ناقص لي كذا حاجه. اول حاجه هعمل انستول الويندوز فيتشرز بتاعتي، عباره عن ويندوز اي اي اس سيرفر والبيتس فيتشرز والكلام ده. تاني حاجه هعمل كونتينر في الاكتيف دايركتوري. الكونتينر ديت اللي هيستخدمها كونفيجريشن مانجر، اللي هو هيببلش الداتا بتاعته فيها بحيث الكلاينتس يعرفوا يوصلوا له. هعمل اكستند السكيما بتاعت الاكتيف دايركتري. الاكستند السكيما ده بيفيدني في بعض الفيتشرز او بعض الرولز بتاعت الكونفيجريشن مانجر مش هعرف استفاد منها غير لو انا كنت عملت الاكستند السكيما ده. بس في برضو الرول بتاعت ال دبليو ساس انا محتاج اعمل لها سيت اب او اعمل لها انستول، بس مش هعمل كونفيجريشن. الكونفيجريشن هيتم من خلال من جوه الكونفيجريشن مانجر. وبعد كده هنبتدي السيت اب بتاع الكونفيجريشن مانجر. فخلينا لو جينا هنا على التول بتاعتنا تاني، سي سورسز التول بتاعتنا هنا كونفيج مانجر بريكوزيت تول. التول هتبتدي دلوقتي تفتح لي جي او اي هتعامل معاها.
هيقول لي انت عاوز تنزل primary site rule ولا center administration site ولا secondary site. دي انواع من السايتس بتاعت configuration manager، ممكن هنتكلم عليها في وقت لاحق، بس احنا السايت اللي هننزلها هي primary site. ولو انت عاوز تنزل سايت اضافية او رول معينة، select الرول اللي انت هتنزلها من هنا عشان انزل لك الفيتشرز اللازمة ليها. هنا هنعمل تقدر تعمل اكستند بتاع الاكتيف دايركتري والسيستم مانجمنت كونتينر قلت لكم عليها. الاي دي كي لو احنا كناش عملناها داونلود كان ممكن هو يعمل لها داونلود وسيت اب، او كان ممكن اديله الباص بتاع الاوف لاين انستليشن وهو يعمل سيت اب. وهنا السيت اب بتاع الدبليو اس. فخلينا هنا من السايت كونفيجريشن هقدر اقول له انستول. السيت اب بتاع كونفيجريشن مانجر بيحتاج داونلود مجموعة فايلز بيستخدموا اثناء السيت اب. مجموعة الفايلز دول حوالي 700 ميجا، فانت ممكن تنزلهم من دلوقتي علشان ما تستناش وانت بتعمل سيت اب تعملهم داونلود. فمن هنا تقدر تقول له براوز، براوز للميديا بتاعت الكونفيجريشن مانجر. هتخش على اس ام اس سيت اب فولدر بن ار اكس 64، هتحدد له الفولدر ده. هو هيستخدم كوماند لاين او يستخدم ملف اي اكس اي بيعمل بيه داونلود للميديا، وهي داونلود للميديا بنفسه. فخلينا احنا اوريكم داونلود بتاع الميديا في وقتها. كل اللي هعمله هنا هقول له انستول، فهو هيروح على السيرفر هيتشيك ايه الفيتشرز اللي موجوده وايه الفيتشرز اللي موجوده، وهيبتدي يعمل انستول للفيتشرز بنفسه. زي ما انتم شايفين دلوقتي ابتدى يعمل معايا التشيك دوت نت فريم ورك موجوده ولا لا، البيتش فيتشر موجودة ولا لأ، وهيبتدي بقى يقول لك أنا عملت لها انستول، لأ ما عملتلهاش انستول وكلام. فخلونا نوقف لغاية ما يخلص الانستول بتاع الفيتشرز بتاعت الويندوز صفر. دلوقتي الفيتشرز كلها نزلت اهيت، حتى الابديت سيرفيسز لو جيت هنا في التولز مثلا هتلاقي ال WSOS نزلت. احنا مش عاوزين نعمل لها اي كونفيجريشن. الكونفيجريشن هيتم من خلال الكونفيجريشن مانجر ذات نفسه. سوري، الابديت سيرفيس ديت اللي هي الارسات بس ريموت سيرفيس تول، انما السيرفيس نفسها ما نزلتش. عشان انا انزل السيرفيس نفسها برضو هاجي هنا هقول له انا عاوز الويندوز سيرفر ابديت سيرفيس اد فيتشرز نيكست نيكست نيكست. هستخدم ويندوز انترنال داتابيز مش هستخدم سيكوال سيرفر. نيكست الابديتس اللي هو هينزلها فين؟ هقول له هتنزلها على السي. انا للاسف مش هعمل دي هنا، هقول له سي ابديتس مثلا، هقول له نيكست وينستول. لو انت كنت عاوز تنزل السيرفيس ذات نفسها من التول كانت هتيجي هنا وتقول له انستول السيرفيس. تاني حاجة دلوقتي هنبتدي بقى نعمل اكستند للسكيما واكستند للاكتيف دايركتري. هاجي هنا كونكت السي دي بتاع الكونفيجريشن مانجر، دلوقتي عملت كونكت الدي في دي بتاع الكونفيجريشن مانجر على الاكتيف دايركتري. هفتح الباور شيل هقول له سي دي، او حتى مش مهم سي دي هيبقى دي هتبقى سوري اوبن اس ام اس سيت اب بن اكس 64 حسب ما افتكر. هيبقى اي اكس 10 سكيما تمام. انتر. لازم طبعا اللي هيرن الكوماند ده يكون واحد سكيما ادمن. السكيما حصل
هطلع اكستند تمام. لو انت جيت هنا على السي هتيجي هنا في اللوج بتاع الاكستند سكيما هيقول لك successfully extended schema. فده حصل على اكتيف دايركتري من كنترول. برضو من اكتيف دايركتري من كنترولر بتاعي هاجي على ال ADSI edit هكونكت على الكونفيجريشن بارتيشن على ال سوري هكونكت على ال default naming context هاجي على السيستم ومن السيستم هقول له new object هختاره container هسميه system management. لحظة بس اتشيك على المانجمنت مكتوبة صح ولا غلط عشان دايما بتلخبط فيها. تمام management مكتوبة صح. لازم يكون النيم ده، لو نيم مكتوب بشكل غلط configuration manager مش عارف يستخدم الكونتينر ديت. finish. الكونتينر بقى اللي انا عملتها ديت محتاج ادي للكمبيوتر بتاع configuration manager full access عليها. فلو جيت هنا على system management properties security هقول له add. هنا قدامي حلين، يا اما احط الكمبيوتر بتاع الكونفيجريشن مانجر ذات نفسه، ده في حالة لو انت عندك سنجل كمبيوتر للكونفيجريشن مانجر. طب لو انت لو عندك مجموعة سيرفرز للكونفيجريشن مانجر، مثلا عندك ديستريبيوشن بوينتس، عندك كذا مانجمنت بوينت، لو انت عندك كذا سيرفر سنترلايزد وتحتيه كذا برايمري وتحت البرايمري كذا سكندري، فالافضل انت تحطهم في جروب فيها الكونفيجريشن مانجر سيرفرز. وهنا لما تيجي تدي بيرميشن ادي بيرميشن للجروب بدل ما تخش تدي بيرميشن للسيرفر سيرفر. اوكي هدول فول كنترول وبعد كده ادفانس. معلش الادفانس اتباع فيه شوية. هتيجي هنا على الكونفيجريشن مانجر دوت ايديت، بدل ما هي this object only هنخليها this object and all this sent. this object and all recent object. اوكي. فاحنا كده خلصنا الاكستند بتاع السكيما، عملنا run اللي هي سيت اب فايل هو اسمه اكستند او اكس تي اي دي سكيما من جوه الكونفيجريشن مانجر سيت اب فايلز اللي هو موجود تحت اس ام اس سيت اب بين اكس 64 والاسم الفايل. هو عمل اكستند الاتريبيوتس ديت والكلاسز ديت حوالي 4 كلاسز همت عندي وحوالي تقريبا 14 اتريبيوت، وعملنا الكونتينر اللي هنستخدمه هيتحط فيه هنا الداتا بتاعت الكونفيجريشن مانجر سيرفرز بحيث الكلاينتس تعرف توصل لها. الاكستند بتاع السكيما بيعمل الاربع حاجات دول، اللي يخلي الكلاينتس تعرف توصل للمانجمنت بوينت اللي موجودة في السايت بتاعهم أو في السايت بره السايت بتاعهم، أو يعني بالآخر بيخلي الكلاينتس عن طريق الأكتيف دايركتري توصل للمانجمنت بوينت بتاعته. دي ميزة الإكستند بتاع السكيما. نرجع تاني للسيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر. احنا خلاص خلصنا الانستليشن، لازم تعمل لانش بوست انستليشن. هنا هرانش البوست انستليشن، هو هيعمل حب الكونفيجريشن العادية بتاعة ال WSOS، وبعد كده هيسألك في الويزارد اللي هو بقى هيقول لك انت عاوز تنزل ابديتس انحاء ايه، مش عارف هتسينك من مين ديت، انت بتعمل يعني هتفضل ماشي في الويزارد لغاية ما يبتدي يسألك الأسئلة اللي هي بتاعة ابديتس والكلام ده، فانت تقول له لا شكرا انا مش عاوز اعمل اي كونفيجريشن، ديت هتتم من خلال الكونفيجريشن مانجر سيرفر.
انا بالشكل ده انا كده جاهز على اني ابتدي اعمل سيت اب للكونفيجريشن مانجر. طب خلينا نبتدي السيت اب بتاع الكونفيجريشن مانجر. انا عاوز اعمل هنا السيتنجز، هقول له المرة دي هكونكت على ال سيستم سنتر، هيبقى الكونفيجريشن مانجر 1606. هاجي هنا هبتدي اعمل سيت اب. هو هنا خلص الكونفيجريشن اهو، مجرد خلص الكونفيجريشن المفروض لما تيجي هنا في تولز هتقول له ويندوز سيرفر ابديت سيرفيسز. المره دي هيبتدي يسالك الاسئله او الوزر بتاعت الكونفيجريشن. احنا هنقول له كنسل، احنا مش عاوزين نعمل اي كونفيجريشن، احنا هنعمل كونفيجريشن من خلال ال WSOS بتاعنا. يبقى كده احنا خلصنا التاني ستيب في البريبير بتاعت الانفايرمنت بتاعتنا، اللي احنا نزلنا الفيتشرز او الرولز بتاعت السيرفر. تاني حاجه اللي احنا عملنا الاكستند للسكيما. هستناكم في الفيديو الجاي ان شاء الله لما نبتدي نعمل سيت اب للكونفيجريشن مانجر سيرفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.